يقول السائل: امرأة تتصرف في حقوق زوجها بدون إذنه، وتخرج من بيته بدون إذنه، وتسرح وتمرح حيثما شاءت. هذه عاصية والعياذ بالله، لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن، فإذا خرجت بغير إذن فهي عاصية استحقة للعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا تأخذ من ماله إلا بإذنه، لا تأخذ من مال زوجها إلا بإذنه. نعم.